يكفرونك في البدايه. انا سعيد جدا ان شاء الله الاستاد بكره هيبقى مليان على اخره، ان احنا عندنا الساعه كامله للاستاد. احنا محتاجين جمهور النادي الاهلي جدا، احنا عارفين جمهورنا عامل ازاي، جمهور بتجري في عروقه الدماء حاره، بيعرف يولع الملعب ازاي، بيقدر ان هو يدعمنا ازاي، جمهور يحرك الصخر. فاحنا سعداء جدا بوجود الجمهور بكره، وعارفين اهميه وجود الجمهور بكره معانا، فده عنصر مهم جدا لازم ان انا اقوله في الاول، دي اهم حاجه احنا محتاجينها بكره. الحاجة التانية، احنا هنستمد بكره ماتش هيبقى ماتش تكتيكي جدا، لكن انا هستمد لعبنا بكره من شعارنا، من شعار النادي الاهلي، شعار النسر. النسر لازم يكون عنده رؤية، عنده هدوء، عنده ذكاء، بيصبر اللحظة المناسبة عشان ينزل يصطاد فريسته مرة واحدة ويضرب ضربته مرة واحدة أول ما الوقت المناسب يسنح، زي ما احنا هنعمل بكرة إن شاء الله. بس احنا ان شاء الله نجيب جون، لازم ان احنا بكره ان شاء الله نلعب بذكاء، لكن لازم ان احنا نجيب ان شاء الله جون، احنا متاخرين في النتيجه، وبعد ما نجيب الجون الاولاني ان شاء الله نقدر ان احنا نفكر في اللي بعد كده. بس ان شاء الله ده هيكون هدفنا، ان احنا نكون زي شعارنا، زي النسر اللي على شعار النادي الاهلي. مفيش اي خلافات خالص بيني وبين امام، بالعكس علاقتنا كويسه جدا. كل ده كلام ملوش اي اساس من الصحه، الموضوع كله بمنتهى البساطه ان هو بعد الماتش الاخير لينا في الدوري تعرض لاصابه قويه واضطرينا نغيره في الماتش، ومتهيألي كل الناس شافت اللقطة على الهواء وازاي كانت مؤلمة بالنسبة له. قعد هو يقرص على نفسه ويحاول انه يتمرن رغم الألم ده، بس كان باين ان هو مش قادر، وكان أحيانا كتير مش قادر يكمل التمرين أو ما بيتمرنش بالشكل اللي أنا أحبه. فأنا قعدنا قبل ما نسافر جنوب أفريقيا وكلمنا مع بعض، وقلت له إن أنا شايف واتفقنا مع بعض إن الأحسن لي إنه ما يجيش معانا عشان خاطر يتأهل بشكل 100% عشان الألم يروح خالص، لأنه بقى بيتمرن بألم وأنا ما كنتش عايز إن هو يلعب وعنده الألم ده. فكان الفكرة إن هو يريح عشان ما يجيش معانا جنوب أفريقيا، فما ياخدش التأهيل الكويس، وفي نفس الوقت كمان ممكن يتعرض لأي إصابة تانية أو كده. فقلت إن هو يتأهل كويس، يروح الألم منه خالص عشان يقدر يكون جاهز. إمام شارك في التمرينات هنا مع المدرب المساعد بتاعي المسؤول عن تأهيل المستبعدين، واتمرن كويس جدا الأيام اللي فاتت، وجالي تقرير منه إنه اتمرن بشكل كويس قوي الأيام اللي فاتت. فإن شاء الله إمام هيكون جاهز، وهنشوفه النهارده في التمرين، وبإذن الله يبقى قادر على إن هو يبقى موجود بكره أو يبقى معانا. مفيش أي مشاكل خالص غير كده يعني. الشناوي إن شاء الله بكره بالتوفيق. سؤالي بس ليك، شفنا الهدف اللي جه في مرماك، شفنا مديت ايدك وبعد كده رجعتها تاني، ايه السبب؟ بس يعني اشرح لنا بس اللقطه دي، لان الحقيقه الهدف احنا شفنا الكوره متشاطه من بعيد، فاشرح لنا بس اللقطه دي. شكرا. انا مش فاهم، انا اشرح ايه بالظبط؟ اشرحه ازاي يعني؟ اما اشرحه ليكم يعني استفاد بيه؟ هو انا كنت عايز اسال السؤال اللي هو ساله، بس بما انك ردت عليه ف يعني ممكن اسالك. انا عايز بس اسال سؤال، هو الهدف بالنسبه لكم يهمكم بايه يعني؟ مش فاهم يعني. هو الموضوع كله اللي يهم الموضوع الجهاز الفني والفرقه يعني، ما يهمش حاجه، اللي عايز يقول يقول، واللي عايز يقول وجهه نظره يقول، كل واحد عنده وجهه نظر. انا يعني لو قلت وجهه نظر مش هتفيد حد يعني.